حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثلاث مرات. حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له وما يوم الخلاص؟ قال يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد؟ ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلتا فيأتي سبخة الحرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء قال كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبة يصلي فقال بريدة وكان فيه مراح لمحجن ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فصعد على أحد فأشرف على المدينة فقال ويل أمها قرية يدعوها أهلها خير ما تكون أو كأخيار ما تكون. فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مسلتا جناحيه فلا يدخلها. قال ثم نزل وهو آخذ بيدي فدخل المسجد وإذا هو برجل يصلي فقال لي من هذا؟ فأتيت عليه فأثنيت عليه خيرا فقال اسكت لا تسمعه فتهلكه. قال ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنافض يده من يدي قال إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن رجل من أسلم فذكر معناه ولم يقل حجاج ولا أبو النضر بجناحه.